من داخل أحد محلات الذهب بشارع الصاغة بمنطقة المعز نلتقي بأحد العاملين بهذه المهنة للتعرف على مسألة ارتفاع أسعار الذهب في الأيام السابقة ومسألة الإقبال على الشراء في هذه الأيام التي يرتفع فيها الأسعار. عم سيد، زي حضرتك، أخبارك إيه؟ اهلا بيكم. اهلا وسهلا. عم سيد، خلينا كده نتعرف، يعني ليه برأيك، يعني ليه الذهب ارتفع سعره في الفترة السابقة الأيام اللي فاتت؟ بسبب البورصة، والبورصة ده ارتفاعها مهما زادت ارتفاع بسيط، لكن الدولار في السوق السوداء مبهدل الدنيا. يعني يخليك، ممكن تشرح لي دي شوية؟ يعني احنا مرتبطين بسعر الدولار في الذهب، لأن البورصة العالمية الذهب يجي يطلع، ولو الدولار مثلا كان بستة جنيه ونص، لما هيجي يحولوه بيخرجوا الذهب بره مصر وبيبيعوه بره وبيجيبوا دولار، فلما بيجي مثلا يجي ياخد الفلوس بالعملة الصعبة، بتيجي تتباع هنا في السوق السوداء من ستة ونص، يبيعها بسبعة مثلا وربع، 7.15، زي اللي احنا سامعينه اليومين دول، ان السوق السوداء بتاع الدولار رفعت الذهب رفع، يعني من امبارح للنهارده زاد بما يوازي 10 جنيه مرة واحدة. طيب خليني أسألك، هو الذهب ارتفع قد ايه في الوقت، يعني كام فلوس في وقت قليل؟ يعني خلال الشهر ده بس زاد بتاع 40 جنيه. كان كام وبقى كام لكل عيار؟ كان ب 280 جنيه و 285 جنيه. مرة واحدة بعد ارتفاع الدولار دوت زاد الفرق ده. طب هل المفروض انه لما الدولار يرجع لسعره او الجنيه يرجع في لا، مواجهة الدولار؟ هينزل نازلة ل 40 جنيه تاني. هينزل تاني. وينزل 50 جنيه لو نزل عن 5.5. طب هل العيارات كلها ارتفعت ولا؟ ما هو شيء طبيعي، كله مرتبط مع بعض. الذهب كله مرتبط مع بعض. ده اللي هو عموما الذهب ده، دي حاجة بين العيارات دي ثابتة، لكن الذهب نفسه هو اللي بيختلف. سعر الذهب هو اللي يختلف في النوع. طب انتوا شغلكم، يعني انتوا بتشتغلوا في الذهب، انتوا شغلكم بيتأثر ازاي في الأوقات اللي الذهب بيرتفع فيها؟ احنا كمهنة الذهب، احنا يا ريت الذهب ينزل، كل ما الذهب ينزل السياح دول يعرفوا يشتغلوا. لأن أنت مثلا لو معاك قيمة مثلا 10 جرام أو 20 أو 50 جرام قيمة شبكة، هتيجي لما تيجي تاخديها رخيصة يزيد معاك ال 50 جرام، يزيدوا 70 جرام أو 60 جرام بما يوازي، فنزول الذهب ده مصلحة للزبون. طيب بما انك اتكلمت على الشبكات، هل في الايام اللي بتبقى الاسعار فيها مرتفعه بيقل الاقبال على الشراء؟ يعني في الحالات ديت بتاعت ارتفاع الذهب ده السوق كله نايم. السوق كله نايم. المحلات بس هي اللي، المحلات الكبيره هي اللي بتقدر تشتغل، لان هي ايه ليها زبون عن مدار 40 سنه و30 سنه، ده بيبقى زبونه بيجي له، بس الحاله الاقتصاديه بتاعت الناس مش مسامحه ان هي تيجي تشتري ده. هل في مساحة في وقت ارتفاع أسعار الذهب إنه يبقى في بدايل مثلا من عيار غالي شوية لعيار أقل؟ مش مطلوب في مصر، هو ال 21 وال 18، وأقصى حاجة مطلوبة هي بتبقى الزبون بيجي طالبها طالب 21، لدرجة إن هو ارتفاع الأسعار ده بيخلي الناس تروح تشتري الإكسسوار وتحطه مع حاجات ذهب بسيطة، بحيث إن هو يبين نفسه قدام الناس إن هو جايب حاجة كبيرة، شبكة كبيرة، بس هو الظروف الاقتصادية مش سامحة إن هو يجيب شبكة بالمبلغ اللي هو اللي أنت ممكن تشوفيها كده مبهرة. طب ايه هي العيارات التانية اللي موجودة بس مش موجودة في مصر يعني؟ هو في عيار 9 وفي عيار 12، دي ممكن تلاقيها في شركات، في المحلات اللي هي بتتعامل مع الأجانب، لأن هم ده العيارات دي هي بتطلبوها، لأنها بتبقى رخيصة شوية في السعر، غير ال 21 وال 18 المتقابل، إن الزبون المصري دايما بيختاره هو ال 21 وال 18، لكن ما فيش مدى دول في مصر لا 9 ولا 14، لكن بيتعرض علينا لما يكون أجنبي مثلا نازل ومزنوق في فلوس يجي بقى بناخده، بس ما بنرجعش تاني، بيرجع تاني يترفع في عيارات تانية. يعني بيجي تسيح وتخش في سبائك وكده ويرجع يحيفوه ويروحوا مطلعينه في العيارات. طب انا لو جاي اشتري ذهب عادي جدا وانا مش بعرف الفرق بين العيارات، اعرف منين الفرق ما بين عيار 21 او عيار 18 واتاكد منين انه ذهب سليم؟ ذهب سليم ده بتاخدي فاتوره من اي محل طبعا، وعلى مسؤوليته هو شخصيا، غير ان هو ما فيش محل يقدر يعرض حاجه من غير العيار اللي هو عنده. يعني انا مثلا بقول لك ده عيار 18، غير كده ان انت ممكن تشتكيني في مصلحه الدمغه، ممكن تشتكيني في اي حته، لان انت من حقك اللي انا بديكي ده، بقول لك ده عيار 18 بدولك عيار 18، بدولك عيار 21 بتاخديه 21، غير كده يبقى ده راجل غير مسؤول. طيب ما يعني خلينا كده وانت بتشرح لي برضو مساله العيارات دي توريني حاجه من اللي موجوده وتقول لي الفرق ما بينها. يعني بص حضرتك، دي مثلا عيار 18، هي مديها لون ال 21، بنعمل لها عمليه كده اهوت تلميع معين بيديني درجه ال 21، بس هي دي عيار 18 مثلا. في زبون يتقبلها، في زبون يتقبل حاجه لون على الوان ابيض واصفر واحمر، دي مثلا ده بقى الالوان دايما بتبقى في ال 18، ما يعرفش يشكلها في ال 21. غير كده في الستايل بيبقى بيختلف من 21 ل 18 جامد، مش بسيط يعني. طيب ايه الفرق ما بين الذهب الاصفر ده والذهب الابيض يعني؟ ده ذهب وده ذهب،
بس هو الموديلات حسب الاذواق، لان دايما الابيض دايما الناس بتحبه على اساس ان هو دايما كان اساسا في المونترات اللي هي في الديزاين بتاع الالماس، دايما الالماس دايما بيبقى كله متركب على ابيض، على دهب ابيض. ففي ناس بتاخده وتحس ان هي مثلا ايه، هو حاجه غريبه يعني مش منتشره. طب ينفع توريني مكان الدمغه هنا بتبقى موجوده فين؟ اي حاجه لازم تدمغ ممكن تلاقي مثلا في قطعه زي دي تلاقي فيها 3 4 دمغات، بتبقى من ناحيه الاقفال من اليمين والشمال وفي النص. بص حضرتك بتبقى هنا مثلا، ده في الشغل المصري اللي هو العادي، هنا مثلا وهنا وفي النص لازم يبقى مدموغ. ولو قطعه متجزاه بتلاقي على كل قطعه ممكن تلاقي فيها حته حاجه مدموغه. اللي في دلوقتي اليومين دول طالع اللي هو الشغل اللي هو المصانع الكبيره بتاعت السعوديه اللي بتعمل في مصر اهوت، وفي مصانع كبيره زي ايجيبت جولد بيعملوا الشغل دوت، بيحطوا عليه اسمهم. دي شركات محترمه. ليه؟ لان انا لو اديتك، انا بعت لك مثلا ديت وجيت اديتها لك، دي المسؤول عنها صاحب المصنع اللي صنعها، ايه اللي يضمن كده ان هو حاطط اسمه على الذهب نفسه؟ في مصر دلوقتي النظام الجديد، لو انت مثلا واخداها مني انا كمثلا كتاجر، انت جايبها لي ببص لقيت اسمه موجود بيستلمها مني. غير كده ان هو بيديكي خدمه مثلا ان هي راجل ترجع بنفس ميزانها، لكن غير الشغل العادي بقى، الشغل العادي دوت الزبون بيتضر فيها جامد، اللي ما بترجعش بفلوسها والحاجات دي. اسعار الذهب بقت عامله ازاي؟ اسعار الذهب عليت جدا طبعا دلوقتي، عشان بالنسبه لسعر الدولار وصل 7 جنيه، فطبعا للوقيه بتتقاس بالنسبه لمصر هنا بسعر الدولار. سعر الذهب كان من حوالي 5 6 ايام كان ب 308، عشان ارتفاع سعر الدولار بقى ب 322، وسعر غالي جدا، والزبون بيسمع السعر وبيهرب وبيمشي لان السعر عالي جدا طبعا. طيب انتوا يعني بتشتغلوا في محلات الذهب، واصحاب محلات الذهب بتتضروا ازاي من ارتفاع الاسعار ده؟ طبعا لو كنت بايع شغل مثلا، بايعه مثلا ب 308 او ب 300 جنيه وفجاه الذهب علي عليا سعره، فلما اجي اشتريه ما اعرفش اشتريه لان هيبقى ب 320 او 320 اشتريه ازاي، فبيسبب لي خسائر جامده في الموضوع ده. زاد يعني زاد في نفس الوقت قله الشغل، ما فيش شغل، ما بنبيعش، احنا عايزين الذهب ب 100 جنيه بس نشتغل. طب يعني هل بتتوقف حركه البيع؟ يعني هل يعني الناس اللي بتيجي تبيع لكم ذهب وقت ما الذهب غالي انتوا مش بتشتروا؟ لا بنشتري طبعا، لو بعنا بنشتري، لو ما بعناش بنشتري طبعا، بنشتري وبنبيع. تمام. ما تخليني كده يعني وريني من هنا اللي موجود، يعني قولي مثلا لو في عيارات مختلفة أسعارها بقى كام تحديدا؟ ال 21 بقى ب 322، وال 18 بقى ب 200 حوالي 76 غير المصنعيات. فطبعا أعباء كتيرة على الزبون، الناس كتيرة ده، فاللي بيجي دلوقتي يشتري اللي هو مضطر جدا خالص خالص، اللي هو جاي ياخد شبكة. وفي ناس بتأجل الشبكات بسبب ارتفاع السعر، بتقول لك استنى لما ينزل الذهب شويه نبقى نشتري. وفي حصلت امبارح الكلام ده يعني. ثواني، هو اللي بيجي يشتري شبكه بيشتري نفس الكميات اللي كانت بتتشري قبل كده بقى، عدد الخواتم والغوايش والحاجات دي؟ طبعا خالص. ده دلوقتي الشبكه، دلوقتي الناس كان زمان بتجيب 100 جرام، دلوقتي الناس بتجيب 20 جرام و15 جرام و50 جرام بكتير قوي اللي هو المبسوط. انا سمعت كده وانا جاي في الطريق انه في ناس بقت بتاجر الشبكات، هل ده بيحصل؟ لا لا، الكلام ده مش مظبوط، مفيش حاجه اسمها تاجير شبكات خالص، لا. خايف يخسر، وكمان مفيش اقبال على الذهب عشان يشتري ويبيع. حضرتك اخترتي الوقت ده تحديدا عشان تبيعي الذهب علشان السعر بتاعه اعلى، ولا انت محتاجه تشتري تبيعي؟ اصلا انا بنتي محتاجه تجيب عربيه. والله احنا اشترينا بسعر ربنا وفقنا عليه، واكيد الاسعار كلها غليت يعني بسبب الظروف اللي حاصله يعني، بس ربنا وفقنا واشترينا كويس يعني ان شاء الله الحمد لله يعني. هل سعر الشبكه حدد مثلا الكميات اللي هتشتروها، او يعني كان يعني مثلا كنتم مقررين مبلغ وبعدين قررتوا حاجه تانية، ولا هو كان متفق على حاجه بعينها وخلاص؟ لا، هي مساله في الاول وفي الاخر بتاعت النصيب، وهي اللي عجبها اشتريناه لها يعني بس. خليني اسالك بقى، بما انك انت العروسه يعني النهارده اشتريتي الشبكه، الاسعار كان ليها عامل في اختياراتك؟ يعني بتراعيها شويه بس، اللي هو يعني الحمد لله اللي اتنقى من الاول هو اللي جبناه يعني، فكان مناسب الحمد لله. بس طب انت شايفه انه ارتفاع اسعار الذهب ده ممكن يخلي حد يبقى مش قادر يروح يجيب؟ ممكن يحدد فعلا ويسبب عائق ومشكله يعني في بعض الاحيان اكيد يعني. فيكم عنده فكره ليه الذهب سعره ارتفع اصلا؟ بسبب ارتفاع سعر الدولار طبعا اكيد، يعني كل الناس متفقه على نفس الامر. طيب خليني اسالك، هل يعني لو في مره بتبيعي ذهب او بتشتري ذهب، هل بتواجهك اي مشكله متعلقه بالاسعار؟ يعني مثلا هل اشتريتي ذهب مره وما عرفتيش تبيعيه تاني عشان هو قالوا لك السعر عالي ومش هنعرف نشتري؟ لا، ما حصلتش معايا يعني.